مرحبا بكم على كارتاج بلوس، مرحبا بكم الناس الكل متابعينا في علاش ليه. الحلقة هذية باش نتذكروا المبادرات اللي تفرجنا فيهم في الأسابيع الفارطة. كما قلت لكم المغامرة تستمر رغم كل شيء، رغم الوضع الصحي. نتمنى أنكم الكل تكونوا في صحة جيدة، ردوا بالكم على رواحكم وعلى الناس العزيزة عليكم من البيريود اللي احنا فيها، إن شاء الله تتعدى على خير. احنا مواصلين مع المبادرات المدنية المجتمعية متاع الجمعيات، ومانيش وحدي اليوم باش نتذكر معاكم، معايا زوج ضيوف. محليكم، مرحبا بكم هيثم المكي وسونيا الدهناني. مرحبا، يعيشك خلود، ميرسي بوكو، ميرسي على الاستضافه. يعيشكم. اليوم علاش ليه الرحله؟ علاش الرحله؟ على خاطر بالحق هي راهو رحله من بيجا لتوزر القفصه باش نشوفوا الشباب شنو يخمم وشنو يحب يحقق. نبداو مع بعضنا ونرجعوا تسويت. رحلة ولاية بيجا في برنامج علاش ليه بدأت بدور أول تنافست فيه ثلاثة جمعيات بثلاثة مبادرات. جمعية صوت الشاب ببيجا وبادرت بإنشاء فضاء دار الجمعيات، فضاء مشترك على ذمة أي جمعية تنشط في بيجا وتحتاج المقر تمارس فيه نشاطها. الفكرة متاعنا كيف جات؟ هي جات في إطار تفعيل دعم اللامركزية وتفعيل الديمقراطية التشاركية. جاتنا الفكرة باش نعملوا اتفاقية ما بين جمعية صوت الشاب بيجا والبلدية نتاع بيجا، باش ناخذوا فضاء هو تبع للبلدية وباش نعملوا دار للجمعيات. شكون باش يتمتع به الفضاء هذا؟ باش يتمتعوا به الجمعيات اللي ما عندهاش مقرات. الفضاء هذا نستناو منه باش يكون فضاء جامع للشباب يتقابلوا فيه لأنشطتهم اللي هما ثم برشا جمعيات ناشطة في بيجا منهم الجمعية هذه. إن شاء الله توا نستناو في ثروي أكثر للمدينة. جمعية شباب تونس يؤثر بتستور وتمثلت مبادرتها في العمل على تثمين معالم تستور لاستثمارها كوجهة سياحية إيكولوجية. خممنا على فضاء سياحة بديلة اللي هي سياحة إيكولوجية، تكون مثلاً في تستور ولاية بيجا الكل هي تسخن بمقاومة تخليها تكون وجهة سياحية في الصيف وفي الشتاء وعلى مدار العام كامل. معناها إن شاء الله قررنا أن باش نكتبوا ورقة سياسية قبل ما كناش نعرف إيش معناها، ماشي في بالنا اللي هي مطلب رئيس البلدية ولا مطلب الولاية كامل. أما بعد ما عملنا الريسيرش طلع فما ورقة سياسات عامة اللي تخولنا أن نطرحوا البروبليم ومن طونا نقولوا حل معناها. صناع القرار تفاعلوا، ما زلنا مواصلين في باش نعملوا معاهم باش نوصلوا بحلول اهمها، يعني كما قلنا تشجيع المبادره نتاع الشبابيه يعني والعمل على دفع الاستثمار في ما يخص السياحه الايكولوجيه.
محلية الهلال الأحمر التونسي بنفزة، وقامت بيوم نشاط لتربية الأطفال على ثقافة الإسعافات الأولية في إطار ترفيهي وتعليمي متكامل. خرجنا من رش الزيتون، تعدينا على نفزة وجينا لحلق الواد زويرع، أنستالينا الصغار في بلايسهم، لعبنا دي جو، الأولياء حطيناهم زادة في مكان مريح ينجموا يرتاحوا فيه. الدور الأول، أصواتكم قررت تمنح الترشح لجمعية شباب تونس يؤثر بتستور، اللي ضمنت بالتالي مرورها للمستوى الجهوي في انتظار الجمعية اللي باش تلتحق بها بعد دور ثان. في الدور الثاني رجعنا للزوز جمعيات المتبقية في فرصة ثانية قدمت فيها جمعية صوت الشاب بباجة مبادرة فاش تستنى لتأهيل الشباب حاملي الشهائد العاطلين على العمل للانخراط في الاقتصاد الاجتماعي التضامني. هو ايش معنى فاش تستنى؟ هو متوجه للشباب العاطلين على العمل اللي عندهم أكثر من 10 سنين وفما شكون حتى أكثر برشا 14 سنين. دونك الفكره نتاعنا فاش تمثل ان احنا باش نركزوا شويه على الشباب اللي ينجم يعمل مشاريع وباش نركزوا على الاقتصاد التضامن الاجتماعي. المرحله الثانيه تتكون من تكوين الدوسي الكل من الاول للاخر، معناها البنك الكونسيبسيون جوريديك الدوسي اللي باش تصب في البنك التمويل، دونك اللي هو اهم حاجه. مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تجيب حلول لهالمشاكل هذية اللي خارجة من البيئة وإلا من المجتمع المحلي هذاك. واجهتها محلية الهلال الأحمر التونسي بنفسها بحملة توعية بمخاطر الكورونا وتدريب على الوقاية منها وعلى الإسعافات الأولية لصالح تلاميذ مؤسسات تربوية في الوسط الريفي. التدخل متاعنا في المدرسة الإعدادية بالطبابة باش نوعيوا التلامذة نحسسوهم على أهمية التقيد بالبروتوكول الصحي، حاولنا نعاونوا إدارة المعهد أنها تطبق البروتوكول الصحي كيف ما يلزم. خرجنا شويه للطريق خاطر البلاصه نتاع المدرسه الاعداديه جيت على الطريق الرئيسي وبرشا كره بتمشي بالجري وديما يصيروا الحوادث، ما فماش مخفضات للسرعه للاسف. دونك خرجنا فرقنا شويه مطويات تخص السلامه المروريه على الكره اللي متعديه. احنا الهدف متاعنا ان نوصل صوتنا لاكثر ما يمكن، نوريو للصغار اكثر ما يمكن ونعلمهم شنو معنى اسعافات اوليه. مشروعنا باش يتواصل في العديد من المدارس الابتدائيه، المعاهد الثانويه، المدارس الاعداديه. نحن
السنة الخامسة اليوم تعلمت أني نغسل إيديا بالصابون ونعقمها بالجل المطهر ونحمي روحي ونبعد على صاحبي مترو أو متري. أنا اليوم جيت نحب نشوف نتعلم كيفاش نحمي روحي من فيروس كورونا. تعلمت اليوم نعقم يدي بجل مطهر. تعلمت نساعد واحد يكون مختنق ولا في الإسعافات الأولية. المنافسة تحسمت بتصويت المشاهدين ومنحت الترشح لمحلية الهلال الأحمر التونسي بنفزة اللي تلتحق بشباب تونس يؤثر في تستور للأدوار القادمة والتمثيل ولاية باجة في تصفية علاش لا. الرحلة بدأت من ولاية باجة. نرجع معكم هيثم المكي سونيا دهميني. دونك الزوز جمعيات اللي تعديوا باش يتنافسوا في الدور الثاني، الجمعية اللي تحب تحيي التراث في تستور، شو حلمتهم؟ يحبوا يعملوا ضوء للمعالم الأثرية ويعملوا ان سيركوي توريستيك ينجم يكون في السياحة الثقافية أو السياحة البديلة. ورينا زادة الهلال الأحمر بنفزة يحبوا يعملوا مركز لتدريب على الإسعافات الأولية يكون موجود في نفزة. شو رايكم في المبادرات اون جينيرال هيث؟ شو نقول لك، انا راهو ساعه قبل كل شيء وقت اللي راه شباب كيفنا كايه اللي قاعدين يتحركوا ويحركوا وعاتين من وقتهم ومن جهدهم ومن فلوسهم باش يحسنوا وضعيتهم ولا وضعيه المنطقه اللي هما عايشين فيها، باش ما نقولوش البلاد بصفه عام. اولا الساعه نتفرهد والله يطلع لي المورال، خاطر فرانشمون معناها حسيلو يطلع لي المورال، يرجع لي شويه امل في مستقبل البلاد هذيا شنو ينجم يصير فيها. وحتى كي بدا عندي معناها معاش حاجه ما عجبتنيش ولا انتقادات ليميت نحشم معناها، خاطر نقول هما يعملوا هما قاعدين فوالا انت بيدك معناها نورمالمون تساهم تعاونهم حتى بكلمه طيبه، خاطر بريتو هما مش مسؤولين وعدونا باش يعملوا لنا حاجات وحلونا في جنه ذراع ومن بعد انتخبناهم وجايين نحاسبوا فيهم، هذوما متطوعين شباب متطوعين شيء فرهد. وراو ساعات تغزر المبادره من هذوما تنجم تحسها ماهيش حاجه كبيره، اما راو حاجه كيما انك توفر مقر للجمعيات باش يخدموا راي ماهيش شويه، راي العباد اللي تحب تحرك كان ما عندهاش حد ادنى من الامكانيات راي باش تلقى روحها قاعده تتلم في القهاوي وتحت الحيوط وفي الشوارع وحتى باش تخدم خدمه جديه ما فهميش. انا بصراحه عجبتني برشا الحكايه، ذكرتني الهلال الاحمر عامل زادة مبادرات اخرى منها مثلا انهم يكونوا مسعف في كل عائله، يحبوا في كل عائله فما شكون يتقن الاسعافات الاوليه الى اخره، وهذا ينجم يمنع برشا عباد وينقذ برشا ارواح حتى كان مراوش الامباكت نتاعو تو سويت. سونيا دهميني، الهلال الاحمر يحبوا يعملوا ان سنتر نتاع تدريب على الاسعافات الاوليه في نفزة، وفي الحلقات اللي فاتوا سمعناهم يقولوا ثنيه واعره، الطبيعه خايبه اكيد تعرفها، ثنيتين دراهم وتبرقه وتعرف قداش صعيبه. دونك وقت يصير اكسيدون الله لا يقدر، وقت يبداو الشباب هذوكم متكونين نجموا نصفوا برشا ارواح. كيف بالنسبه للمبادره زاده اللي عملوها شباب تونسي واثر في تستور، يقول لك عندنا معلم معناها من اشب واحسن المعالم الاثريه في تونس في الليل ما يشعلش. دونك سا باغي سامبل، تظهر حاجه بسيطه ولكن تعبين باش نجموا نحقوها. انا ساعه جو رجوان سو كو ديزي هيثم بارابور للأمل، يبعثوا فيك الأمل، خاطر تبدأ في حالة إحباط كبيرة وتشوفها كحلة، ووقت اللي تشوف بعض الأرقام تشوف اللي نص الشبان في العالم العربي يحلموا بحاجة برك الهجرة، هجرة الأدمغة وهجرة الموت زوز، وتشوف هكا بصيص أمل وتشوف هكية في بقايع بعيدة ولا قريبة شبان يخدموا، مازال الأمل مازال موجود ومازالوا يحبوا يعملوا ومازالوا حاجة بسيطة بسيطة جدا. سامحني يكون فما ضوء. تقول 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 دولتنا وين، بلديتنا وينهم، المسؤولين وينهم، علاش الشيء هذا مش موجود، علاش شبان هذا الطاقات نتاعهم ما يتلاوش بحاجة أخرين ما أهم. معناها الحد الأدنى غير متوفر، الحمد لله يعني فما مجتمع مدني، فما شبان، فما حاجات بسيطة، ولا كونك تكون جيل، خطر احنا تويكا يزمنا نكونوا مقتنعين بحاجة، جيلنا واللي أكثر منا واللي أقل منا انتهى فينش دويرة، انتهى. ما تنجم تخدم كان معاه
الأطفال. أنا الحقيقة أكثر حاجة عندي عطف عليها هو العمل مع الأطفال، خاطر نؤمن أنه ما نجمو نغيروا في المجتمع هذايا كان أتخافيغ الوليدات الصغار. باش نكملوا الرحلة متاعنا نمشيوا لولاية توزر، تبعوا معنا بالقدي برشا ثقافة وبرشا إبداع. ولاية توزر دخلت منافسات علاش لا بثلاثة جمعيات قدموا ثلاثة مبادرات. مبادرة جمعية حماية الواحات بتوزر، وكانت إحياء منطقة العرق في حامة الجريد وتركيز سوق دورية للحرفيات فيها. قلنا علاش لا ما ندخلوش المنطقة هذية، نهيئوا لها منها نهيئوا المسلك السياحي الفلاحي اللي يوصل لها فسط قلب الواحة، هذا ديجا برنامج منها نربحوا المسلك السياحي للفلاحة، المسلك السياحي الفلاحي للمنطقة تاع العرق، ونحيوا المنطقة هذية. كان ينصب فيه الحرفيين الموجودين في حامة الجريد، علاش ما تكونش تصمم معارض في البقعة ذيك، علاش ما تكونش منطقة سياحية يزورها الزوار للسياحة الداخلية أو الخارجية. مبادرة جمعية إرادة للتنمية بتوزر، وكانت صيانة ثلاث معالم قديمة بهدف إدخالها في مسار السياحة الإيكولوجية بتوزر. هي أن باش ندخلوا في ثلاثة مواقع إيكولوجية وكذلك أثرية موجودة في، نحب نحطوها في إطار مسلك جيوسياحي، مسلك معناها سياحي موجود يستجيب لكل الشروط البيئية وكذلك التراثية. تدخلنا باش يكون في موقع قبة، موقع أثري قديم موجود في قلب الواحة، كذلك عندنا تدخل آخر في موقع سبع بار في علاقة الواحة بالماء في علاقة ري الواحات، وكذلك بحذاها الولي سيدي الخريصاني، لأن تم علاقة هامة بين القداسة والماء في منطقة الواحات. هذه معناها محطة نقل الحديد وديان دقيش، هي منشأة تابعة لسكك الحديد بنت الفترة الاستعمارية، معناها هي عبارة عن تراث استعماري عندها خصوصياتها، وباش نحاول تدخلنا باش يقتصر هنايا لنا او معنا زادها الاخوه شاورنا معهم في محطه التراث على عمليه تبييض المحطه.
مبادرة الغرفة الفتية الاقتصادية بتوزر، وهي إحداث فضاء سينمائي في توزر وإحياء العروض السينمائية للأطفال. فكرة جت من وقت اللي يبدأ ثم جون وإلا أي حد في ولاية توزر ككل معناه باش يمشي يتفرج في فيلم وإلا يحضر على اللي فيلم جدد دونك في الولاية كاملة، ثم مشكلة في البروجيكسيون وإلا ثم مشكلة في الإسباس. الفكرة أنه باش تمشي تخلق سال دو سينما، تخلقها وحدك يعني تكون الإسباس، تحط فيه تجهيزات بالإمكانيات اللي معناتها أنه النجم وإحنا نحضروها. ميساج للناس اللي هي ما تحب تعمل مثلا مشروع كسال دو سينما، وإلا الدولة إذا كان هي بيدها معناها عندها بروجي ولا بروجرام باش تحسن من الوضع الثقافي في الولاية. أفرز التصويت في الدور الأول نتيجة كانت لفايت جمعية إرادة اللي ضمنت مكانها في الأدوار المتقدمة. الدور الثاني رجعوا فيه جمعيتنا الزوز للسباق، الغرفة الفتية الاقتصادية بتوزر، وواصلت مشروع إحياء ثقافة السينما من خلال الورشة التكوينية والعروض السينمائية للأطفال. الفئة العمرية اللي باش نمشوا لها ساعة، خاطر الفئة العمرية عندها دور كبير اللي هي الكوليج. وفروا الفرصة للتلامذة هذوما اللي هما عندهم نقص انه ما عندهمش كلوب دي سينما ولا ما عندهمش شكون يجي معناتها سير بلاس يكونهم، نجم مرة أخرى يكونوا فما مخرجين ولا منتجين ولا أي معناتها بوست في 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 المجال هذا. نبدو بالنقطة الأولى، أنت كي تجي باش تعمل فيلم ولا باش تعمل مسرحية، باش نبدو؟ نبدو؟ إي، والسيناريو على ماذا قائم؟ على شنو قائم؟ إي، النص وش فيه؟ فيه أحداث. جمعية حماية الواحات بتوزر اللي بادرت بتهيئة فضاء ترفيهي لفائدة عائلات عمادة شاكمو، وخاصة للأطفال اللي ما عندهم حتى وسيلة ترفيه في الوسط الريفي اللي عايشين فيه. منطقة منسية هي عمادة شاكمو، نحبوا نخلقوا فضاء ديهم ترفيهي وتربوي في نفس الوقت. أول حاجة نفرح صغيرات، صغيرات ما فماش كون ممكن لما يعرفش ما يعرفش توزر سونتر معناه في ولا فماش كون من اللي يخرج يبقى ديما يلعب بالحجر ولا يلعب بكرة في الصحراء. Thank you.
برشا جو اليوم ونحب ديما نعود فرحانين ونعود نلعب. وبما أنه أصواتكم هي الفيصل فإنه الغرفة الفتية الاقتصادية بتوزر هي اللي ترشحت والتحقت بإرادة لتمثيل توزر في الدور القادم. كنا في توزر وباش نبدأ على شنو تحبوا نبدأ ونحكيه سونيا باش أنا هي الحاجة اللي قعدت في بالك تاو من المبادرات هذوما الكل. مبادرة كيف ما اللي شفناها أنهم باش يعملوا فضاء باش يلعبوا الصغار قال فرح الصغيرات. راهو سامحني سونيا كي نحكيو على عماد تشاكمو اللي كنا توا نسمعوا في السيد نتاع الجمعيه يقول لك راهو فيها صغار وكبار عمرهم ما هبطوا التوزر سونتر دونك هما فرحانين. توا شنو الاوبجيكتيف؟ الاوبجيكتيف يزيدوا يفرحوا اما على قاعده هذا هو اسباس فيغ بالحق معناها تكون فما منطقه اسباس بالحق والعاب بالحق ويفرحوا ويكتشفوا راهو فما حاجه اخرى. زاد المبادره نتاع السينما يعني وقت اللي تخمم اللي يقبل المبادره هذيا فما صغيرات ما يعرفوش شنو معناها سينما قاعد سينما ما يعرفوش شنو معناها اكران معناها ربما يعرفوش تليفون ولا يعرفوش انكور من تصورش اللي فما. خليني نذكر الغرفه الفتيه الاقتصاديه بتوزر هما اللي عملوا المبادره نتاع السينما. جمعيه اراده للتنميه بتوزر خذوا معالم قديمه معالم ثمينه جدا وحاولوا انهم يقدوهم يرموهم وهذا الكل راهو تعملنا هي بدايات اتعملت في الموضوع. وكما شفنا جمعيه حمايه الواحات احياء منطقه العرق باش يعملوا فيها سوق للحرفيات ورينا زاده الانيشيتيف نتاع اللي كنت تحكي عليها انهم باش يعملوا فضاء للاطفال. ترى هيك نبداو بموضوع احياء منطقه العرق اللي هي في واحه واللي هي تاريخيا كانت فيها سوق توا ما عادش البقعة هذه يحبوا يجيبوا الحرفيات اللي هما يقولوا رانا تعلمنا الصنعة أما ما عادش لاقين وين نعرض وين نبيعوا. راهو ريت تعرفين اللي معناه اللي مشيخني على حكاية وفي نفس الوقت يخليني نقول يلزمها تكمل لفيت أنه كي تاخو كل مبادرة من هذوما وحدها جو كاريكاتور نقول في تركينا محلاها ومبنها مزيانة مما يجي تبدل حاجة كبيرة باركونتر كان نقربوا بيناتهم وكان يبدا فما سلطه اللي معناها سلطه ولا جهه مش لازم تكون سلطه تنجم تكون جمعيه اقدم عندها اكثر امكانيات واكثر امتداد في البلاد تحاول تنسق بيناتهم الكل باش مثلا الحرفيات يلقاو شكون يكسبوزي الخدمه نتاعهم في بلايص اخرين ويجيب لهم الاعتراف اللي هما يستحقوه والفلوس والمرابيع. انت هزتنا للسيركوي هيثم احنا توا جست باش نرجعك وين كنا يفضلك هاي رجعني وين تحب نرجع للسوق هذية اللي هي باش تتعمل انه راهو الحرفيات هذوما من خلال المبادره نتاع الجمعيه هذية جمعيه اراده للتنميه يخلطوا باش يسوقوا الحاجات اللي هما فيما سونيا خاصة تعرفها كيما كي الناس يتوجهوا الناس يعرفوها البقعة هذيك راهو فيها سوق البقعة هذيك راك نجم تمشي لها راك من المنتج إلى المستهلك تمشي غاديك سيغ بلاس المنطقة جميلة والحرفيات يستفادوا مباشرة دونك وهذا كشي يحبوا هما يحبوا اللي يمشي لتوزر يعرف اوتوماتيكمون اللي عنده المنطقه هذيك باش يمشي باش يرى الناس حتى تصنع غاديك سيركيت توريستيك ابسولومون. سونيا نحب ناخذ رايك في حاجه اخرى. جمعيه اراده للتنميه مشيت لمعالم قديمه المعالم هذه منها حتى معالم استعماريه في تونس مهمله سامحوني في الكلمه اما هذيك هي مهملينها مهملة جدا وهنا فما التراث المادي ولا مادي المعالم اللي تحكي حكايات اللي احنا جينيرالمون ما نهتموش بهم برشا ولكن ايضا فما المعالم القديمه كما الولية المقامات اللي هما عندهم اهميه كبرى في الجهات اللي موجودين فيها كما المحطه القديمه هذيك اقدم محطه موجوده في المنطقه هذيك. شنو رايك في الفكره نتاع الجمعيه؟ هي الفكره الحقيقه تفرح على الاخر وقت تلقى مبادرات من نوع هذا فما وعي انه راهو المعلم مهما كان احنا شفنا انجار وشفنا مقام ولي صالح انت كي تدخل البقعه كيف من هذيك فما روح ما تلقاهاش في البنيه الجديده خاطر فما تاريخ خاطر فما حكايات خاطر فما خرافات خاطر فما الانجار هذيك تعديو منه الاف او ملايين في وقت من الاوقات دونك كونك
تعود ترجع فيه الروح، ترجع فيه الحياة بيناتهم، خاطر الجمعية تحب تربط ما بين المعالم هذية ومرة فعلا. أخرى سي امبورتون لو سيركوي زادة. هذاك علاش حاب كنت باش نكمل لك بكري جوستومون النساء اللي قاعدين في السوق نتاع الحرفيات اللي يجي يعمل دورة يشوف المعالم اللي رمتهم الجمعية الأولى، يمشي يحضر يتعدى على سوق الحرفيات اللي فيه معناه اللي حضرته الجمعية الثانية، يشري دي سوفينير في ما في عوض الميدين شاينا معناها، ومن بعد يتعدى للمعلم الاخر اللي ضواوه جمع معناها. اون فيت لازم يصير تنسيق على مستوى اكثر من منطقه واحده، وتخدم الخدمه هذه افيكاسمون على حكايه الفالوريزاسيون معناها اعاده قيمه المعالم. فما حاجه نقعد ديما نحكيها خاطر اثرت فيا ما تصدمت. في اليابان فما قريه تعرفت انه في وقت من الاوقات كانوا يمارسوا برشا فن الشينوبي اللي هو تو يسميوه النينجا. كي تهبط للقريه هذه عاملين متحف نتاع ثقافه ليه، متحف تاع فن النينجا بصفه عامه معناها اسلحتهم ولبستهم وخماضاتهم الكل. اما كي تمشي القريه هذه نحب نقول لك الزليز اللي في القاعه الدوره نتاع حشيك المسكوكه البالوعه الحديد هذيك الكل منقوشين بدي نينجا هكا بستيل مونغا متحفن محليه. لاجار نتاعهم تبدا المحطه نتاع المترو الترام نتاعهم تبدا تدور، وفي السقوفات هكا دومين نينجا والعاب معناها. وقت اللي يحبوا يوهروا منطقه ويقويوا لها ليماج دو مارك نتاعها تتحط في كل التفاصيل نتاع الحياه. وقت اللي انت تبدا تدور في الشارع تشوفهم في برشا ذي في علاقة بتوزر شفنا برشا الجانب السياحي والثقافي باش نلقاو منه زادة في مبادرات أخرى. نمشيو لقفصة، خلينا نشوفوا جمعية قفصة ونرجو معكم. قفصة كانت محطتنا الأخيرة في رحلة علاش لا، وجمعيتها الثلاثة اللي شاركت معنا بمبادراتها هي الجمعية المحلية للتنمية برديف، وقامت بإعادة تهيئة مقبرة الأجانب برديف في إطار تكريس التسامح بين الأديان. يعني بالنسبة للمشروع بتاعنا بعد التفكير فقررنا ان ندخله في موقع معين في الرديف فيما يخص مجال البيئه وصيانه المعالم والمؤسسات الموجوده في الرديف. وتم اختيار الهيئه المديره للجمعيه على مقبره الاجانب. ونروج لفكرة التسامح الديني في تونس بطبيعة الحال. تونس صحيح ما فيهاش برشا عرقيات، ولكن فيها ثلاثة ديانات لهنا اللي هي الديانة الإسلامية، الديانة المسيحية، الديانة اليهودية. نحب هي وسيلة وطريقة لنشر فكرة التسامح الديني.
جمعية مستقبل شباب قفصة ونظمت حملة مساعدة لتوفير الاحتياجات المدرسية لعائلات محدودة الدخل. احنا توا في استعداد للعودة المدرسية، كجمعية فكرنا في الصغيرات يعني لعائلاتهم محدودة الدخل ولا الدخل غير قار، بحكم الأزمة اللي مرت بها البلاد في وباء الكورونا والكونفينمون فكرنا فيهم، قلنا علاش ليه ما نعملوش حملة تبرعات صغيرة تدوما نفرحوهم. قابلنا اليوم 7 تاع الصباح في اللوكال لهنا باش نعملوا اخر ريونيون قبل المبادره اللي باش نقوموا بها. قسمنا لي تاش ما بين بعضنا، انا خذيت المكاتب اللي باش ناخذوا من عندها التبرش نتاع الصغيرات، خذيت حنان زميلتي شؤون اجتماعيه باش تاخذ الاسامي قائمه في اسامي العائلات المعوزه. جمعية تنمية وإفق بالمتلوي وبادرت بالتهيئة الصحية الكاملة لأقدم روضة بالمتلوي لوقاية الأطفال من عدوى كورونا. يعود التلميذ وحده، نحن باش نعلموه ما نخلوش التلميذ انه اعمل. كوفيد هذوما للصغيرات وليداتنا باش يحسوا بطمأنينة. الماسك هذوما معناها صناعة محلية، صناعة الجمعية باش نتبرعوا بهم، ولي ماتيير نتاع الماسك هذوما متوفرين، تنجم كل عائلة كل أب وأم يحافظوا على صغيراتهم ويصنعوا في الدار. نتيجة تصويتكم للدور الأول رشحت كفة الجمعية المحلية للتنمية بالرديف. في الدور الثاني تترشح جمعية مستقبل شباب قفصة بعد انسحاب تنمية وإفاق بالمتلوي، وبالتالي باش يتنافسوا كل من جمعية التنمية بالرديف وجمعية مستقبل شباب قفصة على الدفاع على حظوظ قفصة في المستوى الجهوي من علاش لا.
حلقة اليوم من علاش ليه اسمها الرحلة، على خاطر بدينا الرحلة في بيجة ومشينا القفصة ونتذكروا قاعدين في مبادرة الجمعيات اللي تعديوا معنا من قفصة توا. سونيا الدهميني، الجمعية المحلية للتنمية برديف عملت إعادة وتهيئة لمقبرة الأجانب اللي موجودة في رديف، وحبتها تكون العملية كلها تحت شعار التسامح بين الأديان. يظهر لي هي ساعة جيست بيدو أنك تهتم بمقبرة اليوم حاجة أولية وحيوية، ومن بعد ديك نشوفوا مش مشكلة ديك الأديان بعد حاجة أخرى معناها مش با سا لو بروبليم جو بونس. شنو رأيك أنت؟ بس certainement ça a été un problème، خلنا ان ما عادش باش نرجعوا في تونس في وقت من الاوقات اني نرجعوا لاصلنا، نرجعوا لاصلنا التعايش السلمي بين الاديان اللي تلقى التونسي بجنبه المسيحي واليهودي والمالتي والطلياني والفرنساوي يعني في وقت من الاوقات تونس كانت هكاكه، في وقت من الاوقات خفنا أن تونس تفقد الشيء هذاك. فكي تشوف مبادره من النوع هذايا تشوف انه اولا تشوفوه كمعلم، هي مش فقط مقبرة، هي معلم معلم تاريخي، على خطر نصور اللي قديمة برشا المقبرة هذية قديمة. وتشوف سمحني سونيا قديمة، ونحكيو على رديف، راهو معناها الرديف من أكثر الجهات في تونس وفي قفصة اللي هي اللي كانوا معروفة اللي صاروا فيها بوكو دو كوميونيتي، معناها عاشوا فيها من جهات مختلفة. يعطيك الصحة، كونك تحافظ على المعلم أولا، وثانيا بقطع النظر على ال الواعز الديني، يعني وقت الواحد يمشي ينظف مقبره مسلمه يمكن ربما فمك اللي من باب انه يعمل في عمل شوية خير وشويه اجر باش يتقيد له عند ربي نهار اخر. هذا العمل التطوعي في احلى تجلياته. هيث بصراحه ما عندي ما نزيد على اللي قالته سونيا، خاطر جوستومون معناها توصل الميساج بطبيعتك. ذكرني زاد بحركات اخرى مماثله صاروا قبل في تونس، كيصير ساعه نشاط فيه نوع من العنصريه ولا معناها العدائيه ضد اديان معينه، ويمشيوا الناس يعملوا دبلوماسيه شعبيه ويصلحوا معناها. عجبتني الدبلوماسيه الشعبيه، احنا اليوم في الدبلوماسيه الجمعياتيه. سي هيثم، مستقبل شباب قفصه عملوا حمله مساعده لتوفير الادوات المدرسيه للصغار اللي حتى ال 15 سبتمبر وقت العوده المدرسيه مازال ما عندهمش ادوات وما عندهمش الكرتابه والستيلوات الى غير ذلك. سونيا، على الانيشيتيف هذايا حمله مساعده لتوفير الاحتياجات المدرسيه، قد تبدو حاجه اللي بتتخ ما تخممش فيها جمعيه، خاطر يقول لك سي ايفيدون. ما نتصوروش اليوم انه في بقعه فما شكون يعرف اللي بجنبه لاصقه وجاره ولا حاجه صغير ما عندوش كرتابه وما يتحركش، ولكن في الالمان الجمعيه هذه خمت في المشروع ولقات صغار ما عندهمش ادوات مدرسيه ووفرت لهم الادوات المدرسيه، وخاصه قنعت المكتبيجي انه يعطي كرتابه وستيلوات وكتب بلاش، دونك على كريي لو سيركوي. عملت مسار كامل جمعيه مستقبل شباب قفصه باش تخلط انها تحقق الانيشيتيف والمبادره نتاعها. شو راهو فما فرق بين الصدقه نتاع انسان محتاج، هاني باش نتصدق على كل الوليد ولا كل الوليدات بكرتابه، تقعد مبادرات فرديه، شوف يبلغوا ولا ما يبلغوش اللي راهم محتاجين راهم ما عندهمش، شوف برشا ناس ماذا بيها تعطي وما تعرفش وين تمشي. تبدا في اطار الجمعيه كما قلت انت، اون كريي لو سيركوي، وتولي الوليدات وقت يبداو ماشيين للمكتب والاولياء خاصه متمنين مش نقعد انا نسيسي راهو فماش شكون يحن عليا وشكون يتصدق عليا، يبدا فما ان سيركوي. طيب باش تدخل المكتب راك باش تلقى المنديله الطبليه، باش تلقى الكرتابه، باش تلقى الادوات المدرسيه، الادوات المدرسيه راه ماهمش شويه والقواش ولا والقلمات الزينه 6800 فوالا، وقت تشوف الكتب وقت تشوف الكراس يعني وقت تبدا فما حاجه باش تمشي للمدرسه باش تلقى كرتاب باش تلقى ادواتك باش تلقى كتبك باش تلقى كراسك وما تحت رحمه حد. الملاحظات بلكش تجي والا لا. سونيا وهيثم، الملاحظات نتاعكم ماهمش من باب التشكي، راهو انا جو تخوف اللي هما بالعكس فالوريزاسيون لخدمه الجمعيه هذيا. على خاطر مش ساهل، راهو مش معناه هز كرتابه وعبي، لا لا لا. إيل غيبوند أن بوزوان، هذوما الناس قاعدين يجاوبوا. لا، أن بوزوان وحاجات ماهمش على بوختي، هيثم راهو. ما يقدروش عليهم. لو بوزوان شو هيثم؟ لو بوزوان هي أنه كيما قلت لك النفاذ إلى التعليم، التعليم ببلاش، أما باش تخلط له يلزمك تصرف، وبالنسبة الجزء معناها لا يستهان به من التوانسه يلزمك تصرف
فلوس ما في حل ماكش في حالك ما انت معناها ما عندكش منها تو سامبلومون. نشكرهم برشا جمعيه خاطر سي با ايفيدون بالحق في ساعه في وقت قياسي اون بلوس الكورونا موجوده. اي دايوغ على ذكر الكورونا هي لمحله ما تغيبش علينا، ان شاء الله الكلكم بصحه جيده. توعيه الاطفال ضد الكورونا موضوع مهم مهم مهم، خاطر يقولوا اللي صغار راهم كي يحطوها في مخاخهم يمرجونا احنا الكبار، هما يوليوا يعلموا فينا. جمعيه التنميه وافاق بالمتلاوي هذا كاش عملت، مشيت للروضه، اقدم روضه في المتلاوي، روضه الكوبانيه اسمها، كنا نشوفوا فيها دايوغ، وهزت صغيرات عملت لهم توعيه، وزادت هيئه الفضاء نتاع الروضه باش يكون مناسب لعوده الاطفال الصغار لروضه الاطفال في وقت الكورونا. شو رايك في المبادره هاي؟ ممتازه ولازمنا لازم تصير في كل المؤسسات التربويه التونسيه، خاصه الصغار صغار، يعني الروضه الكريش كان فما الروضه والمكتب. بون الكريش ماهوش يستحقوا باش يبداو لاهين بيهم. لازمها تصير في كل المؤسسات التربويه خاصه للصغار، الروضه والمكتب مهم ياسر، على خاطر الصغار ما يعرفوش، مش 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 الناس كل الاولياء الكل يعرفوا يفسروا لصغارهم اجراءات الوقايه وش معناها وباء وش معناها عدوى الى اخره. وراهو نحبوا ونكرهوا نطلعوا نهبطوا نشقعوا ديما، هذوما اهم زوز معايير، فاهم، زوز ميادين تتبنى عليهم اي بلاد ويتبنى عليهم مستقبل صغارها، الصحه والتربية. صحيح صحيح. سوني مع الأسف أنهم الوليدات عايشين في عصر صعيب، عصر صعيب فيها في المرض في الفيروس، المفروض معناها المفروض يلعبوا، المفروض في عوض يتصرف شيء هذي باش نعملوا لهم سيركوي نتاع كوفيد ونتاع كيفاش تتعدى نتاع كيفاش تمس نتاع كيفاش المفروض الله غالب الله غالب العصر هذا يقتضي انهم الوليد يكونوا واعيين. والحاجه الباهيه اللي كنت تقول فيها انهم يوعيوا الاولياء اللي هما مش واعيين حتى طرف. يعني وقت اللي الولايه تزرع فيه انه لازمك ترد بالك، لازمك تغسل يديك، لازمك ما تمسش، لازمك تلبس ماسك، لازمك تتعدى كذا، لازمك تحترم التباعد، كون متاكد اللي هو باش يمرج والديه، كون متاكد اللي اذا كان باش يشوفهم قالوا واش قالوا من بعده، اذا كان يشوفهم بلاش ماسك يقولوا البس الماسك. دونك سوني تعتقد انت اللي بالحق عرفوا شنو يختاروا الجمعيه هذيا، جمعيه التنميه وافاق بالمتلاوي، والروضه راهي قديمه برشا وكبيره ومزيانه، اما جوست هما الحاجه المهمه جدا اللي هما زادا كيف كيف اختاروا وقت العوده المدرسيه ومشاو هيئوا الروضه هذيا باش الصغار يبداوا محميين بالكورونا. كملنا الدور الاول والثاني، باش نعطيكم كلمه كلمه جلوبالمون شنو الحاجه اللي كيفاش نقول لكم الروح معناها لا سنسيبيليتي اللي ديتوها في المبادرات هذوما الكل، تعتقدوا انه يمكن للمشاريع هذيا انها تواصل بالحق وتخلط على المستوى الوطني؟ هيث انا ماذا بيا كل يعملوه على المستوى الوطني ما دام ممكن. ماذا بيا كل تلميذ ما عندوش ادوات توصل له ادوات، ماذا بيا كل معلم اثري ديلابغي معناها قاعد ايش يقولوها مضرور معناها يتصلح، ماذا بيا كل حرفي مش لاق وحرفيه مش لاقين وين يبيعوا سلعت معناها منتوجهم يلقاو، ماذا بيا هذا كله يولي موجود على المستوى الوطني ما دام فما حاجه. تحب نقول لك شكون المفضل عندي؟ قول لي بيسي. انا نمن برشا معناها بتمكين الفئات الهشه من اليات باش تدخل المصعد الاجتماعي وتطلع به الفوق. انا نمن بالاستثمار في الصغار في التعليم والصحه نتاع الصغار، وبالاستثمار في الفئات اللي ماهيش لاقيه منفذ لسوق الشغل كيما النساء اللي الحرفيات اللي ساعات ينتجوا حاجات فيهم ابداع كما قلت لك لكن ما يخلطوش يبيعوهم في المرشي. يعطيك صحة هيثم. دونك هذا ينطبق تقريبا على الجمعيات الكل. سوني انا ما نجمش نختار الحقيقه، ما نجمش نختار بالطبيعه، فما حاجات يمسوا اكثر خاطر الجانب الانساني فيهم بارز اكثر خاصه وقت يتعلق الامر بالاطفال. لكن انا اللي شفته اليوم اللي شفته انه بالحق مازال امل في البلاد، مازال امل خاطر احنا رانا اوني دي غالور. ما يعجبنيش العجب وديما في بلادنا مش حتى كعريره بلادنا بها وعليها ومانيش فرحانين وما عجبني كي تشوف الناس هكا لا فرانك لا دورو لا خروبه لا شهريه، يعني العمل التطوعي تفهم اللي حب البلاد مزروع، ما تحب والا تكره يقعد مزروع فينا حتى كيف نبداو راهو نصبوا فيها
حتى كي نبداو نتكلموا عليها بالخايب. لكن فما كل حاجه المغروسه يتخلي تخلي شبان كيف من هذوما، مبادرات كيف من هذوما تخلي فينا يرجع فينا الامل. برافو اتوس، شكرا لكم، يعطيكم الصحة. أنتم بحضوركم وكلامكم اليوم خليتوا الانتباع اللي هو غالط اللي اليوم ما عادش فما حس مواطني كبير عمل التطوع يقعد ينقص والشباب نتاعنا. لا مش الكل، مش صحيح. اللي يلقى مبادرات باهية ينخرط فيها، ورينا شباب يمشي ويطلعوا ويهبطوا ويقلعوا الحشيش في ولايات الجمهورية الكل. نشكركم هيثم المكي، ميرسي بوكو. سونيا الدهماني، يعطيك الصحه، شرفتونا، ميرسي بوكو. كملنا الدور الاول والدور الثاني، ومن الاسبوع الجاي نبداو في المنافسه على المستوى الجهوي. في بيجا شباب تونس يؤثر يتنافس مع الهلال الاحمر التونسي في نفسه. في توزر جمعيه اراده بتجاش تتنافس مع الغرفه الفتيه الاقتصاديه. وفي قفصه جمعيه التنميه برديف تتنافس مع جمعية مستقبل شباب قفصة. والتصويت لهذوما الكل كالعادة يكون على 85-010. نتقابلون هلا حد الجاي التسعة متاع الليل، هذاك موعدنا في علاش ليه على كرتاج بلوس. باي باي.